أعزائي المشاهدين، معكم يوشع سلمان وزميلتي أروى من قناة سي جي تي إن العربية. نحن الآن سنشاهد القطار الذي يخترق المباني السكنية في مدينة تشونغشين. هذا القطار المصمم بطريقة غريبة حقيقة، وهنا يأتي ناس كثيرون لمشاهدة هذا القطار وركوبه. طبعا بالفعل هي فكرة غريبة، أليس كذلك أروى؟ نعم. ما رأيك، هذه أول مرة تركبي هذا القطار؟ هذه أول مرة تزوري شيء. بعد قليل طبعا نحن نتجه إلى المحطة، أو محطة ليدز سبعة، وسنركب من داخل المحطة إلى محطات تالية في المدينة. طبعا نحن باتجاه المحطة. طبعا مدينة تشونغشين هي مدينة تقع على أرض كارستية صعبة، لذلك البيئة الجغرافية هنا حقيقة بيئة صعبة للغاية، وكان تصميم تلك المباني المباني الغريبة، حتى شاهدت أنا بعض المباني يزرع فوق السطح المبنى الأشجار. بالحقيقة هو مشهد غريب من نوعه، لم أره في مدينة أخرى في الصين. وكما قلت، هذه البيئة الجغرافية الصعبة بسبب طبيعة الأرض الكارستية جعلت من هذه المدينة، جعلت المصممين المعماريين في هذه المدينة يواجهون بعض الصعوبات. كما ترين، الصعوبات هنا هي تكمن في بناء المباني فوق هذه الأرض. أعتقد ربما ليس هناك مكان كافي على الأرض. طبعاً وطبعاً وكما نعرف، هو عدد السكان هو حقيقة يصل حوالي أكثر من 9 ملايين نسمة أعتقد. فالمدينة مكتظة بالسكان، وكانت هذه إحدى العقبات. فلذلك مصممو هذا القطار من أجل كي لا يهدموا المباني، المبنى أو مبنيين، فكروا بطريقة بصراحة بطريقة عبقرية، وهي أن يستخدموا طابقا من هذا المبنى، وهو الطابق الثامن أعتقد، من أجل أن يخترق المترو هذا المبنى ويصل إلى المحطات التالية. نحن الآن نمشي باتجاه المحطة كي نستقل القطار. فكرة جميلة. طبعا هنا ناس كثيرون يأتوا لركوب هذا القطار، سواء كانوا موظفون أو سكان المدينة، أو حتى ناس يأتوا لي بغرض مشاهدة هذا القطار الغريب من نوعه. هو نحن في الطابق، سنصل إلى الطابق الثامن. ما رأيك في فكرة هذا القطار أروى؟ غريبة؟ غريبة، نعم. أعتقد هذا ديك حماس؟ نعم، ستكون ممتع. بالتأكيد. وأعتقد المشاهد جميلة. نعم. من خلال نوافذ القطار هي مشاهد جميلة أعتقد. نعم. سنشاهد بعد قليل. أعتقد هنا لا يوجد مصعد كهربائي، لذلك نحن نصعد على السلالم الكهربائية. نعم. إلى الطابق الثامن. مدينة تشونغشين هي مدينة مزدحمة، ولكن أنا أعتقد الناس هنا متحمسون جدا وهم يستقبلون ضيوف بطريقة لطيفة. طبعا لديهم الأكلات اللذيذة جدا، وقد تذوقناها في هذه الرحلة. بعد قليل نشتري البطاقات. طبعا يجب أن أقول لكم عن فكرة بناء هذا المترو، أو فكرة من أين جاءت. أعتقد المصممون هنا فكروا بطريقة ممكن كان عليهم إما أن يهدموا هذه المباني أو أن يفكروا بحل هندسي عبقري بصراحة. وكما قلنا، بسبب الكثافة السكانية في هذه المدينة قرروا لا يمكن أن نهدم هذين المبنيين، بل يجب أن نفكر بطريقة مناسبة لحل هذه المشكلة. فكانت الطريقة هي أن صمم هذا خط المترو، حيث استغرق المهندسون حوالي سنتين حتى أنجز، وبقي في مراحل التنفيذ 4 سنوات، وهو دخل الخدمة عام 2005. 2005
مضى عليه وقت لا بأس. طبعا هو هذا خط المترو، خط المترو هذا حل مشاكل كثيرة أعتقد، حل مشاكل كثيرة لأن كما قلت طبعا طبعا يوفر أولا المكان، وثانيا لأن الناس تحتاج الوصول إلى أماكن أخرى من المدينة بأن تستقل هذا المترو. أعتقد وصلنا إلى مكان شراء التذاكر. نشتري، سنركب محطتين على الأغلب أو برأيك؟ هناك ممكن. تمام، شكرا شكرا لك. الآن نضع الحقائب هنا، تفتيش. اوكي، تفضلي. نحن نصعد الى الفوق حتى في الطابق الاخر. طبعا انتم ستتساءلون كيف قطار يعبر مباني سكنية. حقيقة هذه مشكلة لانه الضوضاء، نعرف الضوضاء اذا نسكن نحن في بيوتنا العادية، اذا كان هناك صوت سيارة يكون مزعج جدا، ما بالك ان يخترق منزلك قطار، هذا مكان سكنك. ولكن اعتقد المصممون كانوا اذكياء جدا بحيث صمموا هذا القطار بان يكون معزول للصوت تماما، بحيث سكان هذا المبنى لا يشعرون بالصوت الا انه عباره عن كان غساله صحون تعمل كما قالوا، واحيانا فقط يشعرون بهذا بصوت القطار في الليل عندما تهدأ حركه المدينه، يصبح يعني الصوت ايضا خفيف ليس مزعج، كان سياره تمر في الشارع، وهذا حل عبقري اعتقد. ذكي جدا طبعا. الان سنصعد لنستقل القطار. طبعا من هنا نركب هذا القطار ونرى كيف يعبر السكة داخل المبنى ومن ثم يذهب الى مكان اخر. بصراحة هذا نحن نتوق لكي نستقل هذا القطار. ولكن اعتقد السكان هنا معتادون لانهم كل يوم طبعا نحن نستقل هذا. ما رايك بالبوابه؟ ما رايك بالبوابه الاماميه؟ حتى نشاهد. ننتظر القطار التالي، ما رايك؟ اعتقد في هذه الساعة عدد الركاب قليل لانه منتصف النهار. اعتقد في طبعا اعتقد في الصباح يكون مزدحم جدا، وفي الليل اثناء انصراف الموظفين. مدينة كبيرة طبعا، وعدد السكان قلنا يتجاوز 9 ملايين نسمة. الحقيقة هنا ممكن نركبه. هنا اوكي، ممكن هنا. انت ذهبتي الى الدول العربية أروى؟ زرتي بعض الدول العربية؟ ركبتي؟ لا يوجد مترو. القاهرة في مصر لا يوجد، في الدول العربية طبعا لا يوجد قطار أنفاق. في سوريا حقيقة في العاصمة فكروا بهذا الأمر، لكن تحت طبقة دمشق هناك مدينة أثرية، فكانت عمليات حفر أعتقد صعبة للغاية، فهذه المشكلة أعتقد هي الأخرت التي أخرت. ولكن أعتقد الآن هناك
هناك يفكرون بحلول لهذه المشكلة. نعم. وطبعا مدينة دمشق تعرف أو المدن العربية ليست يعني في الصباح في بلادك في يعني يوجد مسهرة في الصباح؟ طبعا هناك ازدحام شديد، ولكن كلهم يستقلون الحافلات العمومية أو يركبون سياراتهم الخاصة، تعرفي أنت. هذا الصوت تبكي هذه الطفلة. أعتقد جاء القطار. لا لا لا، جاء القطار بهذا الاتجاه، سنصعد بعد قليل. لا نعرف كم محطة يعبر هذا القطار تقريبا. حوالي كل في الخط الواحد اعتقد. كل يوم اعتقد ربما هناك انا اسال عدد المحطات، اعتقد تسع محطات او ربما. اعتقد جاء القطار، نحن ما زلنا ننتظر حتى ياتي القطار. القطار جاء من هذا الاتجاه. من هذا الاتجاه؟ نعم. صح، نحن نذهب الى هذا الاتجاه. نعم. صحيح، انا نسيت. صحيح. هنا الاتجاهات صعبة بصراحة. وكما شاهدنا قبل قليل وسنشاهد لاحقا، هنا المدينة موجودة على نهر اليانغتسي أعتقد. نعم. على هذا النهر الكبير والضخم، فلذلك هنا 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 كل شيء يمكن أن يستخدم، حتى العبارات التي تعبر النهر تستخدم لغرض النقل وأغراض أخرى والمراكب الأخرى. أعتقد جاء قطار المعلق الجميل. هذا القطار المشهور باسم القطار المباني السكنية. بالتأكيد بالتأكيد. نبتعد عن الخط أعتقد إلى هنا. نحن اخترنا أن نركب في العربة الأولى كي نشاهد الطريق من الأمام. فكرة ذكية. ولكن هذا القطار مزدحم. قطارنا هذا مزدحم. أعتقد ربما معظم الأشخاص يأتون إلى تشونغشين لمشاهدة. طبعا قسم كبير حتى سواح أجانب يأتون إلى تشونغشين، لأن هذا هو القطار الأول من نوعه في العالم أعتقد، الذي يخترق المباني السكنية. هنا ممكن نشاهد من الأمام أعتقد. هذا مكان جيد. أعتقد يشبه المدن الألعاب أعتقد. كأنك تركبي. نطير أستاذ. سنطير؟ لا لا لا. وهذا القطار القادم من الطرف الآخر. وفكرة غريبة بحقيقة. هذه فكرة غريبة. المشهد عظيم صح؟ مشهد جميل بصراحة. هو يختار يصبح الشخص صديق للناس يمر من خلاله. هذا شيء جميل. أحاول أن أسأل بعض الركاب كيف يأتون إلى هنا كل يوم. نيها ديمن ميتين زو ديجا تشوما ميتين زو جينشان زو ديجا تشوما. كما قلت، أنا سألت هنا الركاب، هنا هم أيضا أتوا بغرض السياحة، جاءوا إلى هنا لأول مرة كي يشاهدوا هذا القطار، فكانت فكرتنا صائبة. كما قلت، أعتقد كثير من الركاب ليسوا من سكان المدينة. طبعا يوجد سكان المدينة، ولكن في هذا الوقت نسبة السياح أكثر أعتقد. هذا المكان مناسب للتصوير من هنا. نحن المحطة التالية سوف نصل إلى المحطة التالية أعتقد القادمة.
أم نشوف هنا أي محطة ركبنا نحن؟ من أحسن أن ننزل في محطة هنا تاسيكو ممكن هنا؟ نعم تاسيكو؟ نعم الآن نحن في نيوجاتو صح؟ نيهاو نيمن سي تشونشين رين مش تشونشين رين دوي تيجو تشو سي توشي بان دين زو داما هاشي بوشا يو هانتو واي دي رين هي من مدينة تشونشين وصديقاتها جاءوا من مدن أخرى فقط ليركبوا هذا القطار هم 对对 كما قلت قد هم جاءوا من مدينة أخرى لزيارة صديقتهم وركوب هذا القطار الغريب فعدد كبير من السكان من السياح في الصين من داخل الصين وخارج الصين سمعوا عن هذا القطار وهم يأتون لمشاهدة المناظر الجميلة من خلال نوافذ القطار كما قلت هناك عبارات أيضا ومراكب تعبر النهر لنقل البضائع وأيضا لنقل الركاب نجا يواي غورن لايدا ما خنتو حشبو مش جينشان لايدا واي غورن لاي زو زو جيجا تشو تبي تعمل خنتو واي غورن بجاو دو شما توشي تويو سيسيني سألتها طبعا عن وجود الأجانب هنا في هذه المحطات قالت في كل محطة ممكن نشاهد سواح أجانب لكن هذا الوقت أعتقد اليوم بارد في تشونغشين حركة السياحة قليلة طبعا 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 لطيف جدا طبعا ليس هذا يجعلنا نشعر بحرارة الضيافة هنا طبعا هنا دائما الجسور ملاحظ في هذه المدينة نسبة الجسور التي تعبرها الحافلات والقطارات لأن الطبيعة التضريسية الصعبة نحن محطتنا الثانية أين ستكون؟ ليس هنا. في رحلتنا في رحلتنا القادمة. ليس في القطار. المكان القادم. المكان القادم هو نصبة كرية. اسمها جيفانغ بي. جيفانغ بي. النقطة السياحية مشهورة. طبعا لدينا نقطة سياحية أخرى بعد أن ركبنا هذا القطار. هذه هي هذا هو معلم بارز وهام في مدينة تشونغشين سنذهب إلى لمشاهدة النصب التذكاري نعم اسمها جيفانغ بي نعم قريب من هنا أعتقد ليس ببعيد طبعا وكانت فكرة تصميم هذا القطار هي لعزل الصوت تماما فنسبة الاهتزازات قليلة جدا جدا وبعد أن ركبنا القطار حقيقة عرفنا بأنه لا يصدر صوت قوي وبأن الاهتزازات قليلة نسبة للخطوط المترو الأخرى نحن هنا انتهينا سننزل من القطار شكرا نزلنا من القطار وانتهت رحلتنا تقريبا هنا في محطة ما هذا ما اسم المحطة هذا محطة تاسيغون حتى الى نصب التذكاري بعد قليل لذلك اصدقائي مشاهدي قناة سي جي تي ان العربية كنت انا وصديقتي وزميلتي اروى في هذه الرحلة الممتعة والجميلة داخل قطار تشونغشين القطار المشهور باسم قطار المباني السكنية كانت رحلة رائعة وموفقة حقيقة استمتعنا
كثيرا، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا أيضا في هذه الرحلة. نعم، شكرا لكم. شكرا لكم.